القصة اللي هكلم حضراتكم عنها دلوقتي الناس كلها متفاعلة معاها والناس كلها متأثرة بيها. هنتكلم عن مريم مجدي اللي اختفت في سويسرا وأهلها مش عارفين يوصلوا لها بعد ما سافرت علشان تدور على بناتها الاتنين اللي والدهم قرر بعد الانفصال وبعد ما المحكمة حكمت لها بالحضانة. والحقيقة انه ده يعني سيناريو اسود بقى بيحصل بعد الطلاق ما بين الأب والأم، وكل الناس بتروح ضحية للكلام ده، الأسرة كلها بتروح ضحية لوصولنا للمحاكم وللطريقة دي. القصة وما فيها إنه المحكمة حكمت للأم بحضانة البنات بعد الطلاق، الأب خد البنات وسافر سويسرا بدون علم الأم، على حد علمي إنه القانون بيقول إنه لازم يكون لو الأم مسافرة بالبنات يبقى معاها موافقة من الأب، ولو العكس برضه يبقى معاه موافقه من الام، لكن يبدو ان هو الموضوع ما مشيش بطريقه قانونيه في المطار. فقررت الام انها تسافر ورا بناتها علشان يعني بالتاكيد ما فيش ام تقدر انها تستحمل الظروف دي وتستحمل بعدها عن البنات. وراحت هناك ورفعت قضيه واتحكم لها انه البنات يكونوا معاها 3 أيام واربع ايام مع والدهم وبالتناوب القصه دي والحكايه دي كل أسبوع. لكن الحقيقة أنه هي اختفت في سويسرا وما بقوش عارفين هي فين، وآخر مرة على كلام أسرتها كانت مع أبو بناتها وبناتها. خلينا نعرف من شقيقها الأستاذ أحمد مجدي إيه اللي بيحصل وإيه الحكاية. أهلا بحضرتك، آخر التطورات في اللي بيحصل ده وآخر الأخبار اللي وصلتكم عن مريم. مساء الخير يا فندم ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. أهلا بك. احب اشكر التلفزيون المصري والقناه الاولى فريق الاعداد وحضرتك طبعا ان انتم بتتيح لي الفرصه دي ان انا اتكلم عن اختي اللي مخطوفه في سويسرا من 9 ايام ما نعرفش عنها اي حاجه. طبيعه الحال تواصلت مباشره مع السفاره المصريه هناك ومشكورين تجاوبوا معايا بسرعه. اوجه الشكر برضو للسفير وائل جاد والقنصل امجد رزق، ولكن احنا متأخرين كتير. انا اختي مختطفة من قبل زوجها وليد امير مرعي، مش من حد تاني ومش من مصلحة اي حد تاني انه يأذي مريم او يخطف مريم. وليد قرر انه يحرم مريم من حياتها ومن حقوقها ومن ولادها بعد قرار المحكمة هناك في شباوة. مريم ولادها اتخطفوا من مصر مع جوزها، وبعد كده اتقطعت علاقتها بيهم لمدة 7 شهور، حرمها حتى ان هي تشوفهم على التليفون. بعد كده مريم حاربت وتواصلت مع بعض الجمعيات الاهلية هناك في سويسرا، و قدرت ان هي تسافر او قدروا ان هم يساعدوها تسافر. وبعدين اللي انا فاهماه، انا سامع حضرتك، اللي انا عارفاه عن الموضوع انها رفعت قضية هناك وكسبت القضية وبقت بتشوف بناتها. في البداية لحد يوم الاختفاء ايه اللي حصل؟ لحد يوم الاختفاء ايه اللي حصل؟ مريم يوم الاختفاء، قبل الاختفاء بساعة ونص كانت بتكلمني عادي زي ما هي. مريم حد بيحب الحياة، بيحب يضحك، بيحب يهزر، مفيش عنده أي مشاكل يعني. اتكلمت هي هنا كانت بتشوف بناتها خلاص بعد حكم المحكمة. بقى محكوم ليها هناك ان هي تشوف البنات 3 ايام في الاسبوع، منهم يوم ويك اند، والاولاد مع والاولاد مع الاب، لان الاب هو اللي عنده شقه وعنده دخل في التوقيت الحالي. لحين ما مريم يكون عندها شقه هتحصل على حضانه البنات. مريم قدمت على 3 اماكن هناك ومنتظره موافقه واحده منهم، وهناك الجمعيات الاهليه متكفلين بدعم مريم لان وليد امتنع عن تنفيذ قرار المحكمه بالكفاله اللي بيدفعها لمريم والعقوبه اللي توقعت عليه نظرا لانه حرم ام من اطفالها لمده 7 شهور. استاذ احمد معلش، هو مين في الاسره يحمل الجنسيه السويسريه؟ وليد. الاطفال والام. الاطفال والام، الام مصريه، الاطفال معاهم الجنسيه السويسريه المصريه والسويسريه. لكن هو سويسري. اصل ال بس هو جده لمامته هو اللي مصري سويسري، هناك مقيم من 60 سنه، دكتور صيدلي متقاعد.
طب استاذ احمد، هل تواصلتوا مع وزاره الهجره المصريه علشان تقدروا توصلوا لمريم؟ ايه الخطوات اللي انتوا خدتوها علشان تقدروا توصلوا لمريم ومكان تواجدها؟ لانه اهم شيء دلوقتي ان انتوا تطمنوا عليها. بالظبط، الجهات الرسميه اللي انا تواصلت معاها وقدرت اتواصل معاها هي السفاره المصريه في سويسرا، وزاره الهجره قلت ان انا اوصل لهم صح. في بعض احنا طبعا بنوصل نداءك استاذ احمد لوزاره الهجره المصريه للتوصل للسيده مريم مجدي في سويسرا، ويعني معرفه مصيرها وطمانه اسرتها عليها. يا ريت، لان مريم مريضه سكر ومحتاجه ان هي تاخد انسولين كل يوم، وكل يوم بنتاخر فيه، ففي خطوره على حياه مريم. وليد شخص متطرف وخطر وافكاره خطر، ففي خطوره على اختي، وانا مش عارف اختي فين بقالها 9 ايام. احمد، انت كنت بتحكي لي اخر حاجه عرفتها عنها قبل ما تختفي، ايه اخر حاجه عرفتها عنها قبل ما تختفي؟ مفيش، انا كلمتها اللي هو العادي بنتكلم، عامله ايه، بتعملي ايه، قالت لي انا ما اعرفش، بنطبخ وهنعمل اكل وكالعاده يعني. وجوزها وطليقها موجود ولا مش موجود؟ اوقات دي بتبقى في التوقيت ده، هي ما حددتليش هو موجود ولا لا، لكن هو في العادي بيسيبها لو عنده شغل ولا حاجه وبيرجع ياخد منها البنات. تواصلتوا معاه؟ هل في اي تواصل بينكم وبينه وسالتوه عنها؟ بما انه اللي انا فاهمانه بناء على التحقيقات هناك هو قال ان هو ما شافهاش. بالظبط، لان هو كذب، هو بيكذب ان هو قال ما شافهاش، لكن هو اخر واحد تعامل معاها. انت جايب منين المعلومه دي؟ لانه انه مريم اخر واحد تعامل معاها. لانه مريم يوم الاربعاء موجوده في الشقه بتاعه وليد مع البنات اللي هي بتشوفهم فيها، بتقضي فيها اليوم هناك مع البنات. وبطبيعه الحال مريم مش هتنزل وتسيب البنات لوحدهم قبل وليد ما يرجع. يعني مش هتسيب بنت عندها 6 سنين وبنت عندها 4 سنين وتنزل تروح الاوتيل. صحيح. فمين من مصلحته اللي خطف البنات في البدايه وهرب، والنهارده في حكم محكمه، ومن مصلحته الاولى انه مريم تختفي عشان ما يلتزمش باي احكام قضائيه هناك؟ هو وليد، انا ما بشككش في الحكومه السويسريه او الشرطه السويسريه، انا واثق في خطه ان هم هيوصلوا لمريم وهيجيبوا حق مريم، ولكن امر كل ما بيطول ففي خطوره على مريم. طبعا. وخطوره كبيره. علشان كده انت معانا يا استاذ احمد، علشان صوتك يوصل وتقدر ان شاء الله تطمن على اختك مريم مجدي في سويسرا، ان شاء الله تطمنوا عليها وتعرفوا ماذا يحدث لمريم، وان شاء الله كل خير باذن الله تطمنوا عليها ونطمن جميعا على مريم.